الخوف ديالي بالنسبه لهذا البرد كيبان لي انه كاينه واحد العاصفه اللي خايبه بزاف كتعمي لك عينيك اول حاجه. ثاني حاجه خايفه المرض حيت لحقاش وخايفه بزاف بزاف حيت لحقاش الا مرضنا غنجلسوا الدار ما غتبقى لا قرايه لا خدمه لا ستاج لا والو. وكنتمناو من الله سبحانه وتعالى يخف علينا وكنتمناو هذا الموجه تدوز وساباس ان شاء الله يا ربي. الحمد لله ما كنخافش من داكشي اللي جا من عند الله، اللهم لك الحمد. واخا جا البرد واخا الشتاء كلشي ديال الله، اللهم لك الحمد. حمدنا الله وشكرناه، كندعو ربي تبارك وتعالى يعطينا قد النفع والله يحفظ هذه البلاد، اللهم لك الحمد. واخا كلشي هادشي كيجي بالسهوله من عند الله سبحان الله العظيم، ربي كيجي من جهه هذه البلاد، اللهم لك الحمد. واش نقول خويا على حسب اللي سمعنا البارح في النشره الانذاريه غادي يكون شي موجات البرد قويه، ونتمنوا تدوز بسلام والواحد ياخذ الاحتياطات ديالو وصافي، يتجنب الاماكن بحال هكا العاريه اللي فيها حنا هادشي اللي كاين. هاد الشيء هذا حنا موالفين فيه دائما موالفين بهاد الشيء هذا، المهم كاين لا برد لا والو موالفين، حنا ولاد البديه هادشي مولفنا فهمتي، هادشي مولفنا دائما ماشي غير هكا كل عام راه حنا تندوزو هاد الشيء هذا. هادشي هذا امر الله سبحانه وتعالى، ما عندناش لا تخافوا لا من البرد ولا من هذا. و كنقول اذا كتب الله شي حاجه ما عندنا ما نديرو، حنا ما كنعرفوش راسنا اش غيوقع فهمتيني، وكنطلبوا ربي الحمد لله دوز الامور بخير وعلى خير. وهذا طبيعه الله سبحانه وتعالى هي هذه، الحمد لله عليها. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.